مقابلة نهائية يعني ما كيف ما تسمع يعني نهائي بين جوج فراقي اللي كبار وعندهم يعني جميع المكونات اللي تتخلي أن فريق يكون كبير، لا من جمهور لا من مسؤولين لا من لاعبين لا من إمكانيات، يعني غيخلي نهائي غيكون صعيب بزاف. حنا عارفين المسؤولية اللي علينا، نتمنى إن شاء الله نشرفوا الكرة المغربية ونفرحوا الجماهير اللي تتساندنا لا في المغرب ولا اللي غادي تجي تشجعنا هنا في مصر. وهذا النهائي يعني ما تتعودش كل سنة، ممكن هذه السنة تتلعب نهائي ممكن السنة الجاية ما تلعبش نهائي. يعني أول حاجة هو استغلال الفرص، وهذه فرصة كبيرة للاعبين ذو الخبرة ولا الشباب أنهم يدخلوا التاريخ ديال الفريق باش يذكروهم الناس. هذا الحمد لله هو الرسالة اللي تنوجهها اللاعبين. نتمنى إن شاء الله نكونوا أهل الثقة ديال الناس اللي تتسناونا باش نحققوا هذا اللقب هذا الغالي إن شاء الله.